ممثلة الجزائر تتهجم على المغرب خلال اجتماع أممي بمصر، ومسؤولة نسية توجهها وتضعها في موقف محرج. وجدت ممثلة الجزائر في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا المنعقد حاليا بأسوان جنوب مصر نفسها في حالة شرود واضح، حينما احتجت على المنظمين على إظهار خريطة المغرب كاملة متضمنة سيادته على أقاليم الصحراء. وحاولت ممثلة الجزائر تنبيه المنظمين هيئة الأمم المتحدة بالوقوع في خطأ فادح، وهو مسح دولة برمتها على الخريطة، قبل أن تذكرها الدبلوماسية التونسية ليليان هاشم نعاس مديرة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بأن الخريطة المعروضة هي التي تعترف بها الأمم المتحدة. وطالبت المتحدثة التونسية بعدم تسييس الاجتماع الذي يناقش في الأصل سبل تسيير التجارة وتحقيق الاندماج الإقليمي وسط تصفيقات الحاضرين. وعبر مشاركون في هذا اللقاء في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء عن استغرابهم لنقطة النظام الجزائرية، واعتبروها تنم عن سوء تقدير وجهل كبيرين وفاضحين بالأمور. كما أشادوا بتجربة المغرب الرائدة في مجال تسيير التجارة وتعزيز التعاون الإقليمي لا سيما مع الدول الإفريقية. وطيلة استعراض ومناقشة دراسات الحالات الوطنية في مجال تسيير التجارة وتحقيق الاندماج الإقليمي، استحضر ممثلو دول وخبراء من مصر وموريتانيا وتونس والسودان المؤشرات المتقدمة التي حققها المغرب واعتبروه نموذجا رائدا في مجال تيسير التجارة. ويبحث المشاركون في هذا الاجتماع مجموعة من المواضيع التي تتناول السياق الاقتصادي في شمال إفريقيا وقضايا التكامل الإقليمي وخلق فرص العمل، وكذا التوجهات الاستراتيجية للجنة الاقتصادية لإفريقيا في المنطقة دون الإقليمية. ويحضر الاجتماع مسؤولون وخبراء من مستوى رفيع من المغرب وتونس والجزائر والسودان وليبيا ومصر وموريتانيا وشركاء التنمية في شمال إفريقيا، بما في ذلك أمانة اتحاد المغرب العربي وممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين. ويمثل المغرب في هذا اللقاء خبراء ومسؤولون وأطر يمثلون وزارات الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والبيئة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمية والمندوبية السامية للتخطيط. قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء بزيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث التقى بنظيره الإسباني جوزيب بوريل الذي يستعد لمغادرة منصبه على رأس الدبلوماسية الإسبانية وتولي منصب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي خلفا لفيدريكا موغريني. ويأتي هذا اللقاء الهام غداة المحادثة الهاتفية التي أجرها أمس ناصر بوريطة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والتي أكد من خلالها الوزير الروسي على استعداد بلاده لتعميق الحوار السياسي مع المملكة لتسوية نزاع الصحراء والقضايا الرئيسية ذات الطابع الدولي والإقليمي، كما يتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو عن زيارته للمغرب مع بداية شهر دجنبر المقبل، واصفا المملكة بأنها أحد أقوى الشركاء للولايات المتحدة. لقاءات ومحادثات تحمل أكثر من رسالة، خاصة وأن العواصم الثلاث معنية بملف الصحراء وأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء، وهي المجموعة المكلفة بصياغة القرارات المتعلقة بالنزاع داخل مجلس الأمن، وتلعب دورا بارزا في تحديد التوجهات الكبرى للمنظمة الدولية فيما يتعلق بتدبيرها للنزاع. كما أن تخصيص جوزيب بوريل لوزير الخارجية المغربي بآخر لقاء رسمي لها كوزير للخارجية الإسبانية وقبل أيام من توليه لمنصب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي يحمل أكثر من دلالة على صعيد طمأنة المملكة بخصوص مستقبل العلاقات المغربية الأوروبية، خاصة وأن الرجل يعرف جيدا طبيعة الملفات الشائكة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي والاتفاقيات التجارية بين
بين الجانبين، وارتبط خلال توليه منصب وزير الخارجية في بلاده بعلاقات متميزة مع المسؤولين في المغرب، حيث تعرض لانتقادات عديدة من طرف جبهة البوليسارو الانفصالية بسبب مواقفه من نزاع الصحراء. على الرغم من المصادقة التي حظيت بها الاتفاقيات التجارية والفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من طرف المؤسسات الأوروبية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي بحر هذا العام، وفي خطوة مفاجئة متزامنة مع الأزمة الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات المغربية الهولندية، تحرك اللوبي الموالي لطروحات الجزائر وجبهة البوليساريو داخل البرلمان الهولندي لتقديم مقترح حول تعميم واسم المنتجات القادمة من مناطق النزاع من بينها الصحراء، خاصة ما تعلق منها بالمنتجات الفلاحية والبحرية. ويدعو مشروع القرار الذي سيعرض خلال النقاش المخصص لاعتماد ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2020 الحكومة الهولندية إلى التحرك على صعيد الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق وسم المواد الغذائية التي مصدرها مناطق النزاعات من بينها الصحراء. ويأتي هذا القرار في وقت تمر فيه العلاقات المغربية الهولندية بنوع من الفتور بسبب موقف هولندا من حراك الريف وقضية سعيد شعو، حيث سبق للمغرب أن سحب السفيرة متهما هولندا بالتدخل في شؤونه الداخلية، وذلك عقب تقديم ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندية تقريرا رسميا إلى برلمان بلاده حول تداعيات أحداث الريف، ما دفع الرباط إلى استدعاء السفيرة الهولندية بالرباط إلى مقر وزارة الخارجية المغربية لإبلاغها احتجاجها الرسمي على هذا الموقف، وكذا إلغاء زيارة كانت مبرمجة لوزير العدل آنذاك. اقتحم ظهر اليوم الأربعاء متظاهرون أحد مقرات قيادة البوليساريو بسبب تماطلها في الإفراج عن أحد المعتقلين الصحراويين، وحسب مصادر صحراوية مطلعة فإن المتظاهرين اقتحموا مقرات قيادة الجبهة الانفصالية بعدما أخلف زعيم الجبهة إبراهيم غالي وعده بالإفراج عن المعتقل علي الدحة أحمد زين، واقتحم مناصرو المعتقل الصحراوي علي أدحى أحمد زين المعتقل منذ سنة 2017 في سجن الذهيبية، حيث وعد زعيم الجبهة إبراهيم غالي المحتجين بإعادة النظر في قضية المعتقل أدحى أحمد زين إلى أنه أخلف الوعد وتجاهل عائلة وأقارب المعتقل. وأكدت المصادر ذاتها أن الاحتجاجات ستتواصل وستتصاعد في الأيام المقبلة ضد قيادة الجبهة الانفصالية قبل انعقاد مؤتمر 15، وتعيش قيادة الجبهة الانفصالية على وقع الاحتجاجات المتواصلة منذ الأشهر الماضية في احتقان الأجواء بمخيمات تندوف. حذرت الخارجية الإسبانية من حالة عدم الاستقرار المتزايدة في شمال مالي وما يترتب عن ذلك من تفاقم نشاطات الجماعات الإرهابية، والتي قد تؤثر على الوضع الأمني بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. ونصحت الخارجية الإسبانية عبر حسابها الرسمي على تويتر رعاياها بتجنب السفر إلى هناك في ظل هذه الظروف التي تعرفها المنطقة. ويأتي هذا التحذير في وقت تستعد فيه جبهة البوليساريو الانفصالية لعقد مؤتمرها 15 في تيفاريتي الشهر المقبل، وهي مناسبة عادة ما تعرف مشاركة العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين الإسبان الداعمين للانفصال والمتعاطفين مع البوليساريو. وسبق لمدريد أن قامت في يوليو سنة 2012 بإجلاء متعاونيها من مخيمات تندوف بسبب ما أثمته وجود مؤشرات تدل على تزايد انعدام الأمن وإمكان شن أعمال إرهابية ضد المواطنين الأجانب، وذلك بعد تعرض 3 رهائن أوروبيين إسبانيين ومواطنة إيطالية للاختطاف في 23 أكتوبر 2011
بمخيمات تندوف قبل أن يطلق سراحهم في 18 يوليوز 2012 بشمال مالي.